السلام عليكم، انا هكرت قناه عمر الزكي اليوم. تم تهكير القناه بنجاح، فعم بنشركم هذا الفيديو، بدي منكم تنزلوا تحطوا لايك وسبسكرايب لقناتي الجديده عمر زكي فلوجز. هسا رايحين النيو جيرسي طبعا، وهلا باليزي تاج، ما طول جسر حلو فيستاهل هاي الخمس دولارات او اكثر. يلا الى نيو جيرسي تاج. نيويورك متروسه جسور، واو. انا مو مثل كاليفورنيا اقدر اطلع يمنى ويسرى، ولا الناس مثل كاليفورنيا، ولا الجو مثل كاليفورنيا، ولا الاماكن والطبيعه مثل كاليفورنيا. شوف هذا الجسر عبارك مال اسطنبول، احب اصوركم كل شيء. شوفوا عمي نيو جيرسي هاي انذر ستيت. شوف هذا واحد من الجسور، هنا واحده من البحيرات. الله حلو، هذا قد عمره؟ خذوه بلش يخلي. عمره 4 أشهر هذا. انا اللي عم هلا بالارنب قاعد بابا على صاحبته راح عليها. رجعنا على نيويورك الزينة. نيويورك اصدقائي هاي اكثر شيء هيجي. واخيرا شويه منظر حلو على الطريق، شويه الطريق بدا يصير احلى. واخيرا يس، هاي هم شارع حلو اكتشفت لكم. هاي العماره الوانها كلش حلوه، تشوفون شل الزقوم. هاي هم عماره حلوه قدامكم، شارع حلو. واخيرا نيويورك الزينه عمي. يا سلام على نيويورك، هذه هي نيويورك. يمكن هذا الشيء ممنوع الان اذا اسوي، ما ادري، ان شاء الله مو ممنوع. هذه هي العمارات مال نيويورك، ننتظر الاشاره تصير خضراء. اجواء فتشي، يعني تظل هنا. والله احنا دنسوق هيجي عامي شامي، ما نعرف وين رايحين هسه، والله تايهين بارض الله الواسعه. واخيرا هذه هي نيويورك، واو. واخيرا دا اقول انا وين دا اسوق، هاي الله جابني على نيويورك، دا يقول لي شوف هاي نيويورك. هذه هي اللي تصورها الاخوان عمر زكي، هاي المناظر الزينه. خليك انت على التليفون، خليك من هالمناظر الحلوه، والله مناظر حلوه ما شاء الله، لا قوه الا بالله. فهاي هي العمارات الزينه، وهم تيهنا والله. شنو القصه؟ كل شويه نتيه. يلا بعد احسن، انا متصور لكم مناظر اكثر واشياء احلى. والله زين، بدنا نكتشفها لنيويورك، راح نختمها بالتتيهات هذه. شوف الجسر، لك اترك التليفون وسيم، اترك الانستغرام. هاي لو اطير الدرون هنا، وهاي نزلنا هسه حنروح على العبارات، بلكي نركب لنا واحدة. الباركينج بنيويورك 3 ساعات ب$21، الساعة ما ادري ايش قد، غالي. شنو هذا؟ 10 دولارات ساعتين. هاي هسه لازم نحطها على السيارة احسن ما نتغرم. فهذا وسيم تعرفوه، ملينا منه. هسه اعرفكم على قمر من العراق، من كركوك. ايه من كركوك. من كركوك العراق، عايشة هنا بنيويورك. تحية لأهل كركوك عمي، كلكم على راسي. هاي اللي بتركيا يسموها الصميت، نقدر نطلع فوق نيويورك ب $300 الواحد، فما تستاهل ابد بالهليكوبتر. هاي من هنا المفروض ناخذ باخره، وهاي بنيويورك كلش هوايه، كلها حلال، يكتبون بسم الله عمي بيرفكت. يا سلام عمي. كيفك؟ عشت ايدك. من مصر، انا من العراق. نزل النورس، اكل اللحمه وطلع. باقي والله صدقني حرامي، باقي النورس خطيه. باقي منه النورس اللحم مالته. حتى النورس يجي يهجم عليك هذا، ترى قاعدين يعيطون عليه، هوايه بايق اكل من الناس هذا، راح يجي عليك. واخيرا راح نركب هاي العباره، بسم الله. تخيلوا ما نعرف احنا وين رايحين، بس راح نروح، ما نعرف هاي العباره وين رايحه. شنو نريد نروح ستاربكس، خلاص هذا ستاربكس مال السفينه. هسه راح نطلع لي فوق. يا سلام، والله نيويورك الزينه. هاي التاكسي وذاك القطار، يا سلام. هاي الجهه الثانيه للعمارات، وهاي واحده من الجسور همينه، جسور نيويورك الزينه. جوا الجسر حصريا. الصور الزينه على الانستغرام وعلى الفيسبوك كالعاده، وقفوا الفيديو تابعونا على الانستغرام وعلى الفيسبوك، انا بنشوفون الصور الحلوه مالتنا مال كل سفره. الهواء حلو طبعا. شفتوها؟ سجل يا تاريخ اطيب شيش طاووق ماكله بحياتي بنيويورك. هاي الاجواء والدنيا مثلجه، ان شاء الله تسمعوني لان الهواء كلش قوي. احداث 11 سبتمبر هنا صارت، فهذه نيويورك اصدقائي، وانا ثلجت هاي تمرضت. وهسه راجعين ننزل، ما اعرف وين راح ننزل اصلا، ما ادري وين رايحين احنا. طلع هاي ستوب يجيبون ناس بعد اكثر، وهاي غربه الشمس، ورجعنا للمنطقه الزينه. وهذا ستاربكس ابو الزين، والله اتمنى لو جريندايزر وياي، اللي هو الماطور مالتي للعلم اسمه جريندايزر، اللي هو راح
راح تشوفوه. اموت عليه هذا الماطور، مشتاق له والله. يا جيب يا بطيخ، والله ماطور هسه تشوفوه وتتخبلون. تعاركنا على الدفع، كمشناها ما خليناها تكون قتلناها. اللي تشتغل هنا قالت اني احتاج اصدقاء مثلكم انه ما يخلوني ادفع. فقلت لها احنا العرب دائما هيك. ايوه صار يشحن. ابو الفيكات، ابو الفيكات، ابو اللبن هاي حاطه على الطاولات مال ستاربكس تشحن. هسه رايحين للتايمز سكوير. الكوربت الزينه، كوربت ام الزينه هذه. علقنا عمي بسبب ذولا بنص الشارع الثاني. اذا جيتوا لنيويورك حتى يهون هوايه. واخيرا وصلنا الشارع الصح، نور التايم سكوير. والله ازدحام. هذا هو التايم سكوير اصدقائي المخبوصين بالناس. يا سلام، هسه اكو ازدحام، لما اكو ناس يصير حلو. هاي حيل كلها بايسكلات عمي. هذا هو التايم سكوير يا عيني، بسم الله. فهذه هي الاحاسيس مال نيويورك تايم سكوير. هذا هو التايم سكوير الزين بالليل. هذا هو المكان اللي اكثر الناس خابصينه بيه. هسه راح ناخذ عليه صور وتشوفوه على انستغرام والفيسبوك. ايش يفرق عن اسطنبول شارع تقسيم؟ ها ها، بس انتو غير امريكا. امريكا برا قصيره بالمكان بنص التايم سكوير. تايم سكوير تايم. هاي الوحوش الزينه عمي منوره. هلا ابويا. اه يا صوره جماعيه ورا الصوره. هسه يقولوا لنا فلوس فلوس. ليش؟ والله حرام، هذا ما يصير. اخذوا الكاميرا مالته، يقول جيب امسح الصور. راح يمسح الصور. ها خلاص زعلوا، ما عندنا كاش. قلنا لهم باي باي. بيكاتشو يقول لي حرامي جو، يحجون عربي. هذول بيحكوا عربي الكلاب. فاي هذول يلبسون هاي الملابس ويروحون على الناس يطقون وياهم صوره وياخذون دولار على الصوره. او بكيفك انت ايش قد تطي. يا ابويا شلون صورت رهيبه تطلع هنا؟ هسه وقفوا الفيديو، روح على الانستغرام وعلى الفيسبوك. خلاص الشحن، خلص شحن. جيت اضطريت اجيب بطاريه، هم خلصان شحنها مال وسيم ذابها للسياره وبارده ثلج وضيعتهم اصلا هناك. هسه لازم ارجعهم بالبرد. شوفوا هذا الستيج، الناس يصعدون عليه على مود ياخذون صور من هناك. المشكله حتى البطاريه خلصت الشحن مالتها وخلصان. راح اعطيكم نصيحتين على نيويورك باختصار، اللي هي الاولى انه نيويورك يومين ثلاث ايام زايده عليه راح تخلصها، راح تشبع منه. بس هذا المكان وبرج الحرية يمكن هاي احلى مكانين، والباخرة اللي اخذناها اشياء بسيطة كلش تسويها بعد خلص تشبع من نيويورك. وهي انت شفت كل نيويورك او احلى شيء بيها، فلا تخدعك الفيديو. هاي اخر لقطة لعيونكم قبل ما يخلص شحن هذه الكاميرا. فالشغلة الثانية همينة انه هنا ازدحام. احلى شيء انصحكم اذا تجون لنيويورك تأجرون سيارة وراح تفترون بها ولايات ثانية، تروحون واشنطن دي سي، تروحون نيوجيرسي، تروحون حتى تورنتو كندا، تروحون حتى واشنطن قلتها. فتفترون انتم بنفسكم المناطق حتى ناس ثانيين ما رايحلها. شغلة اللوخ انه اكو هواية خليجيين وعرب هنا، فهاي ايضا من المعلومات. وهاي لقيت القطب الفقمي، القطب الفقمي. وهاي لقيت فقمة هنا، فقمة اسمها قمر. الشرطة الزينة دوما لحمايتنا. سدين طريقنا الشرطة، شنو القصة؟ اشتغل، هذا شغال. سويت له اوف التراكشن، التراكشن مسكنا حرامات، ولا كانت تفحيطه حلوه. صباح الخير. ماكو غير نباركن باماكن غلط. وقت الاكل الزين. هذا الشرمب ابو الزين للصبح شرمب. اما هاي طلبنا منها 10. وهذا الفندق الزين الملون مالتنا، اقوى فندق بالمنطقه. هسه قمر رجعناها لنيوجيرسي، هي عايشه بنيوجيرسي، فرق يمكن ربع ساعه الطريق من نيويورك لنيوجيرسي، جسر واحد يفصل بيناتهم. نيوجيرسي ما بها اي شيء حلو انه تروح له او تصوره، فلذلك ما رحنا اي مكان بنيوجيرسي. اكثر الناس عايشين بنيوجيرسي لانه هي منطقه سكنيه اكثر، منطقه راقيه اكثر، هي منطقه انه بيوت يعني فسكن، فيعيشون هناك. واللي عنده شغله مثلا بنيويورك يجي لنيويورك، لانه ما تفرق شيء ربع ساعه نص ساعه الطريق. فاكثر الناس يعيشون بنيوجيرسي لانه ارخص بهوايه، تاجير سيارات ارخص، البيوت ارخص، كل شيء. اما بنيويورك كل شيء اضعاف السعر، كل شيء غالي هناك، بالاكل بالشرب بالبنزين بكل شغلات. هذا الجيم الزباله مال مالتنا الفندق. القدوته، ايش قدوته؟ يا سلام على المنظر من فوق مالتنا العماره، شوفوا. وهاي من الجهه اللخ، طبعا هسه ساعه بالعشرة بالليل. وهاي الجهه الاخيره، وهاي المنطقه اسمها كوينز، كلها يابانيين وكوريين وهيك شكولات. هذا الطابق الاخير شوف، متروس لزقات، اشكال والوان اللزقات، حتى مال رئيس كوريا الشماليه ما ادري الجنوبيه. والى هنا اصدقائي كائنات فلوجنا مستمرين، ونحو الافضل اسعد نفسك بنفسك. انتظر باكر الفلوج، هو مال ولايه اخرى، رحنا الى ولايه ثانيه سافرنا لها من هنا قريبه عن نيويورك بعد 5 ساعات ونص. ما ادري اذا راح تعرفوها، تقدرون تفتحون خرائط جوجل وتعرفون. ما اطول عليكم،
رابط قناة وسيم أبو اللبن موجودة جوه. مستمرين ونحو الأفضل، والإنستغرام عليه صوري ودا أنزل عليه، وحساب قمر وحساب وسيم هم هناك، وكل شيء موجود على إنستغرام على الفيسبوك. تابعوني كل هالشغلات، ولا تنسون قناة الجيمينج اللي راح نرجع لها بقوة مو طبيعية، راح نشتغل عليها شغل المرتب إن شاء الله العدل. ما أطول عليكم أبد، وأسعد نفسك بنفسك، والسلام عليكم ورحمة الله.